الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قول له يديك قلب حساس. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قول له يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قول له يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم وسط النار، بالصمت بيعلن أو بصوت، بهدير الأمواج العاصف، بصياح الديك وفي بطن الحوت. الله بيتكلم وسط النار، بالصمت بيعلن أو بصوت، بهدير الأمواج العاصف، بصياح الديك وفي بطن الحوت. حتى القبر خبر لما، حتى القبر خبر لما، يمر بحياة من قلب الموت. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قول له يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم في ظروفي وفي قلب الحاجة والإعواز، بطرق طبيعية بيتكلم وانشاء يتكلم بالإعجاز. الله بيتكلم في ظروفي وفي قلب الحاجة والإعواز، بطرق طبيعية بيتكلم وانشاء يتكلم بالإعجاز. الفاهم يلمس يد الله، الفاهم يلمس يد الله، والجاهل يحسبها الغاز. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قول له يعطيك قلب حساس. الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع، تنطفي أنوار الأرضيات عليه وطلع. الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع، تنطفي أنوار الأرضيات وارفع عيني عليه وطلع. أسمع صوته وأشبع منه، أسمع صوته وأشبع منه، مجد نوره فيا يصنع. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة. قول له يعطيك قلب حساس. ليه تنطفئ أنوار الأرضيات؟ ما ينفعش نور ويبان وسط أنوار الأرضيات، لازم تنطفئ أنوار الأرضيات عشان أسمع صوته، عشان أشبع منه. يا رب طفي الدنيا تحت عشان تنور علينا فوق، مش كده؟ عشان كده قال اغلق بابك، ادخل مخدعك، صلي إلى أبيك الذي في الخفاء. مفيش يرى في الحتة الأولانية، بعد كده يقول فأبوك الذي يرى. في الصدقة، في الصوم، في الصلاة، أبوك فين؟ عايز تروح له؟ روح له في الحتة المظلمة اللي جوه مستخبية، دي حجاله، دي الحتة الخاصة جدا، مش أي حد بتاع الشارع يعدي من ناحيتها، مش مكشوفة للناس بتوع الشوارع، دي بتاعت الناس اللي عايزة تروح مخصوص في هذه الأماكن. أسمع صوته واشبع منه، مجد ونوره فيا هيسطع. يلا نقول مع بعض، ربي رعية وسلامي، عمري ما احتاج لسواه، في الجدوب هو طعامي،
في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت ليه اخاف ده انا معاه. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لي سواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت ليه اخاف وانا مع اخري، فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من ريح وايدي تكون مظله في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من ريح وايدي تكون مظله في المطر، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن، للي يلجأ لي حماه، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. ده الظلام إن زاد وغطى على أراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى أرض من طلبوا صبار. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه، من هداني للمراعي، من حملني على من كبيل، عوز للي ندولوا للي اتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستورك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. اختبر إنه له يمين العزة، ونختبر إنه له ذراع القدرة، مفيش زيه في العظمة. بمراحم الرب أغني، نختم بيها قبل ما نسمع كلمة الرب. عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. بمراحم الرب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية.
بمراحم الرب وني عن حقي وخبره فامي يا زلم خوفي مني منحني سعادة له له ذراع القدرة له يمين العزة اسمه رب النعمة من قد أعطاني الحرية بمراحم الرب يغني عن حقي يخبر فمي يا زلم خوفي مني منحني سعادة أبدية ملوك الأرض يسجدون له بخشوع يخضعون من غيره غلب المنون يسوع فاد البشرية بمراحم الرب وني عن حقي يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية من في السماء يعادل من على الأرض يشابه مهابته تكلل ابن الأحضان الأزلية بمراحم الرب وني عن حقي يخبر فمي يا زلم خوفي مني منحني سعادة أبدية تعالوا احنا قاعدين في أماكننا نحن رؤوسنا مرة تانية قدامه لو كلمنا يا رب في آخر فرصة نسمع صوتك فيها من على المنبر في هذا المؤتمر يا رب تعالوا وشجعنا نعيش لك بأمانة يا رب مش غرضك تسمعنا عظات جديدة أو أفكار مختلفة لكن قصدك تغير سلوكنا يا رب هو ده أقصى ما يمكن عمله من وراء كل تعليم وحق بيتقدم يا رب نحن نتغير نبقى شبهك أكتر يا رب كلامك انغرس فينا تسكن فينا كلمتك بغنى تسكن فينا الكلمة وتغنينا ونعيش عليها يا رب وتجيب ثمر في حياتنا 30 ضعف و60 ضعف و100 ضعف يا رب هدفك ان احنا نبقى السنة دي غير السنة اللي فاتت ونعيشنا وتأنيت للسنة الجاية نبقى مختلفين عن السنة دي يا رب ده كل اللي انت بتتمناه لأجلنا ومننا وفينا وهي دي أمنيتنا برضو يا رب وانت بتكلمنا وانت بتحرك مشاعرنا وانت بتجدد أذهاننا وتدينا أفكار جديدة من عندك ساعدنا أن سلوكنا كمان يتقوم فننظر للي فوق لا على الأرض ونتمسك باللي لينا فوق أكتر من اللي لينا على الأرض حيث المسيح جالس اكشف لنا حقك ونورك يا رب ودع عبدك طاقة وقوة في جسده وصل لنا رسالة بكل كلمة تبقى قصدت تقولها لنا يا رب وتعلمنا من وراها حاجات كتير لمجد اسمك في حياتنا في هذا الصباح آمين طيب تعالوا مع بعض وإحنا واقفين نستأذنكم نقرأ كلمة الله هنقرأ مع بعض آخر أصحاح من الرسالة الأولى إلى المؤمنين في تسالونيكي تسالونيكي الأولى وصح 5 وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون وأما أنتم أيها الإخوة فلستم من ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جميعكم أبناء نور وأبناء نهار
لسنا من ليل ولا من ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل نسهر ولنصحى، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحى لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا بعضكم بعضا كما تفعلون أيضا. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينزلونكم، وأن تعتبرونهم كثيرا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة، انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين. اتفضلوا في أماكنكم. الأيام الحلوة فعلا بتمر بسرعة، وأنا بجد احنا في كل مؤتمر بنقول سعداء انه الرب اكرمنا، وفعلا بيكون اكرمنا، بس بشكل خاص انا شخصيا بحكي مع اخويا عياد ومع الاخوة ان انا الرب اتكلم الي كثيرا في هذا المؤتمر. كلنا خدنا بالنا ان في الايام اللي فاتت اتكلمنا ان رسالة تسالونيكي هي واحدة من اول الرسائل اللي كتبها الرسول بولس تقريبا سنة 52 ميلادية. هو قعد كم شهر يوعظ هناك؟ ثلاث أسابيع، ثلاث سبوت، وتكونت كنيسة عظيمة، بس اليهود غاروا وخدوا جيسم اللي هو يسون وجروه، وبعد كده طبعا هو راح بيريا وأرسل لهم تيمساوس عشان يعرف أخبارهم، ورجع تيمساوس بأخبار جيدة فكتبت هذه الرسالة. وذكرنا في الأيام اللي فاتت أن رسالة تسالونيكي زي أغلب الرسائل بتنقسم جزئين، جزء تعليمي وجزء عملي. الجزء التعليمي من أصح واحد لثلاثة، وهو البدايات، لأن دي كنيسة بادية. صح واحد ولادة الكنيسة، صح اثنين نمو الكنيسة، وذكرنا السباعية الجميلة عن بولس كمرضعة، كأب، كوكيل، كمشجع، هكذا. ثم في أصح ثلاثة تأسيس الكنيسة، ومن أصح أربعة لأصحاح خمسة قلنا إنها عبارة عن تحريضات. أول تحريض تكلمنا عنه تحريض كان عن القداسة، وده تكلمنا عنه امبارح، وذكرنا سبع أسباب كتابية جميلة لماذا نعيش القداسة، لأن الله دعانا للقداسة، ولأن عرفنا الله القدوس، ولأن أي نجاسة هي ضد الله مش ضد إنسان، واللي ما بيعيش القداسة لا يرزل إنسان بل يرزل الله، ولأن الله منتقف في هذه الأمور. ذكرنا سباعية ألا هو في هذا الجزء. ثم تكلمنا عن المحبة مبارح، وتكلمنا عن اللياقة والشغل، وإنه ما فيش منفحش المؤمن يبقى كسلان، زي في حتة تاني يقول لك أنا هقعد أصلي في المعبد وده لا، اشتغل بإيديك واخدم ربنا، إلا طبعا الشخص اللي ربنا قاده للتفرغ. ولكن امبارح قادني الروح القدس صعب العكس شوية، إنه ما تزودوهاش يعني اشتغلوا، بس ادي وقت لبيتك، دوقت لبيتك مش هتندم خالص لو خسرت فلوس وكسبت البيت، دوقت لعيالك الصغيرين صدقني، حتى لأحفادك. اللي قرأ كتاب بيلي جريهم، بيلي جريهم رقد السنة دي،
كما أنا كتاب بيلي جريهم أكتر. يعني طبعا أنا ككارز الكتاب ده قريته ياما، بس أكتر حاجة تأثرت بيه لما بيسأل بيقولوا له إيه اللي كان نفسك تعمله، قال كنت نفسي أقعد مع أحفادي وولادي أكتر. ويمكن أنا سني لسه مش كبير قوي، بس عندي دلوقتي نفس الحنين. يعني أولادي كبروا خلاص، خلصوا الجامعة وعندي حفيدة، فبرضو حسيت أنه مر الوقت بسرعة. يعني كان فقعدوا مع أولادكم اشتغلوا بس يعني طيب. فده كان موضوع اللياقة. ثم اتكلمنا عن الرجاء ومجيء الرب والاختطاف، وكان قلنا أن كلمة نخطف مش موجودة إلا في هذا الفصل. النهاردة هنتكلم عن حاجة خمسة من التحريضات، هي السهر، ثم أيضا حاجة ستة الاهتمام بالآخرين، وأخيرا طلبات. بالنسبة للسهر بدأ يتكلم على ما يسمى الأزمنة والأوقات، بيقول أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، مش لأنها مش مهمة. أنتم معايا ولا مركزين؟ يا ده آخر اجتماع، أمين؟ وبنعمة الرب هننزل من الجبل، وبنقول جيد يا رب أن نكون، وننزل بالبركة اللي خدناها نوصلها للآخرين، أمين؟ أمين. فخلينا نركز، لما بيقول لهم الأزمنة والأوقات أنا مش محتاجين أنتوا أكلمكم عنها، مش لأنها مش مهمة، لكن لأني كرازة بولس زي ما احنا عارفين في الثلاث أسابيع اللي قضاهم في تسالونيكي كان بيتكلم عن ملك المسيح، مش كده برضو؟ حتى اليهود لما اتهموه قالوا ده بينادي بملك آخر غير قيصر، فهو كان قايل لهم عن الأزمنة والأوقات. التلاميذ سألوا المسيح في أعمال واحد عن الأزمنة والأوقات، وجوابهم قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة ولا الأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متاح. برضو مش لأنه مش مهم، لكن المهم أنك أنت تعرف، بس مش هتعرف بالضبط لحظة مجيء الرب. لكن أنا وإنت مطلوب نركز ونفهم الأزمنة والأوقات. وحتى في آية في العهد القديم بيقول لك إنه اللقلق والسنونة بيعرفوا زمان رجوعهم، وإنتوا كشعب مش عارفين. مهم جدا نعرف الأزمنة، بس معرفتنا للأزمنة بتكون جميلة جدا لما نكون ممتلئين بالروح القدس. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، أي إمتى المسيح هيجي بالضبط. طبعا في التاريخ ناس كتير حددت، وطبعا فيك متأسف يعني بعض البدع الكتيرة ظهرت في أمريكا هنا، وفي ناس انتحروا، أنا كتبت عنهم بالتفصيل، يعني كان عندي برنامج سمعتك في قصة، ناس انتحرت قعدوا في مكان وقالوا المسيح هيجي وإلا هنموت وحاجات كده، حددوا يوم وساعة، وناس قالوا للناس بيعوا بيوتكم علشان. فإمتى بالضبط؟ ناس طبعا كتبت كتب وقالت كان السنة 1970 وسابت حاجة فاضية. أنا ما أقدرش حد، بس أنا عليها إن لغاية ما هو يجي أكون شاهد. مرة تاني بقول آية، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة ولا الأوقات التي جعلها أب في سلطانه، مش معناها أن من ميس الأزمنة، ولكن كمل الآية لكنكم إيه؟ يعني وإنت منتظر افهم واعرف، بس اشهد، لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض. بالنسبة لله قال عنه كده في دانيال يغير الأوقات والأزمنة، والكتاب بيوضح أن في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين. فده بخصوص الأزمنة والأوقات اللي بيقولهم أنا مش عايز أكتب لكم عنها. بعض الناس قال لك أنا بعرف ناس وبحترمهم وهم أحرار، بيقول لك إحنا بص موضوع مجيء الرب ده وحكاية المجيء والظهور والملك الألفي وحرفي ولا روحي ده أنا ماليش دخل بيه، أنا ماليش دخل بيه يا عم، أنا يجي المسيح وفي ساعتها هنعرف. طب أنا أسألك سؤال، وبرضه أنت ليك حرية، إذا أنت مالكش دخل ومش هيبنيك ده، ليه المسيح كتبه؟ ليه الكتاب كتبه؟ كل الكتاب هو موحى به من الله وإيه؟ ونافع، فلمصلحتك إنك تعرف. فبدأ يتكلم عن يوم اسمه يوم الرب، بيقول كده لأنكم تعلمون بالتحقيق. ليه أنا مش بكلمكم عن الأزمنة والأوقات؟ مش لأنها مش مهمة ولا لانه مطلوب ما تفهموش، لا، لانكم انتم عارفين اهو، كمل الايه، لانكم انتم تعلمون بالتحقيق، انا حكيت لكم وعظتكم بكلمه الله ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. ما هو يوم الرب؟ يوم الرب ده يوم قتام
طب أكتر يوم من الأيام في يوم بشر اللي احنا فيه دلوقتي وفي يوم الله الحالة الأبدية اللي كلمنا عنها الأخ الحبيب عياد، لكن يوم الرب ده فترة لما بعد ما المسيح هيجي ويخطف المؤمنين هتبدأ يوم الرب بقضاء رهيب على الأرض دي. 7 سنين ضيقة عظيمة، وبحترم برضو اللي مش مقتنع بالكلام وهنشوفها بالأيام علشان أنا أدي جيب لك آيات وانت فسر آيات بطريقتك. الأرض دي هتشوف أيام سودة 7 سنين و75 يوم. يا عم انتوا بصراحة ناس مصع. أيوة و75 يوم واجبها لك برضو مش عايز تقتنع، ما تقتنعش، ده مش حاجة ما تضايقناش، بس هقول لك هم بيقولوا ايه والكتاب بيقول ايه. يوم الرب ده يوم القضاء، خلاص هيخطف الكنيسة. تعلمون الذي ايه يحجز الآن. ما الذي يحجز الآن؟ الكنيسة والروح القدس. صدقني لو عرف العالم انه لولا وجود القديسين والكنيسة والمؤمنين في الأرض لكانت ولعت من زمان. تفكرين لما ربنا حب يحرق سدوم وعمورة بعت الملاك علشان مين؟ علشان لوط. ولما لوط اتأخر ومرات لوط قال لهم خلاص رب انا مش هقدر انزل نار على الارض ولوط موجود فيها. فالملائكة راح ملاك خطف لوط ومراته، ملاك تاني خطف بنتينه. الارض دي مش هتولع واحنا فيها. يعني لا قدر الله، لا قدر الله لو انا ارهابي وعايز انزل قنبلة على القاهرة، كويس معايا يا عم عادل؟ تمام. هل انا لو انا ارهابي وهنزل قنبلة على شبرا، لا قدر الله هنزل قنبلة على شبرا وحماتي اللي هتبقى اختك موجودة فيها، يحصل؟ لا. طبعا لا. هعمل ايه؟ هنزل يعني الو الو يا مراتي ويا زوجي ده، ونزل سلم فيلم اكشن اهو، وبسرعة اروح كبر كبر وروح بوم منزل قنبلة، ان انا بحب حماتي. وصل انت عشان اعرف اروح. ماشي. المهم فركز معايا، فمش ممكن الارض دي تولع واحنا فيها. فيوم الكنيسة ايوه، فيوم الرب يبدأ يوم قضاء، يوم قتام، يوم الرب مخيف جدا فمن يطيقه. كل هذه ايات من العهد القديم. يبدأ حينما تتم اختطاف الكنيسة. هيجي كلص، بس كلص على مين؟ على اللي قاعدين. ما احنا هنكون في الاصحاح اللي فات في لحظة في طرفة عين اختطفنا لملاقاة الرب. فين؟ في الهواء. وهكذا نكون ايه؟ كل حين مع الرب. عشان كده هو بيركز على يوم الرب. ايه يوم الرب؟ لو انت رجعت رؤية 19 ورؤية 20 هتعرف انه لما هتيجي على الارض الويلات دي والرب يسوع هيظهر مع المؤمنين وفي 75 يوم فرق هقولهم لك دلوقتي، وبعدين هيملك 1000 سنة، وبعدين هيربط الشيطان ويرميه في الهاوية كم سنة؟ 1000 سنة. وبعدين هيحل الشيطان وقت كم؟ زمانا يسيرا. وقته كم مش معروف. وهذا الشيطان هيحاول الناس اللي في الملك الألفي كده بقوا خلاص بيعبدوا ربنا لأنه ما فيش إلا كده، هيبدأوا يضلوا ليضل الآخرين وهيبدأوا. فبعد كده هيمسك الشيطان ويربطه ويلقيه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بص معايا على هذه الآية. مثلا يقول كتاب سأعطي لشاهدي فيتنبأان 1250 يوم لابسين مسوحا. دي رؤية 11. الشاهدين اللي هم زي موسى وإيليا، مش موسى وإيليا نفسهم. كم يوم دول؟ كم يوم؟ 1260 يعني كم شهر؟ يعني 42 شهر. يعني كم سنة؟ يعني 3 سنين ونص. ومكتوب طبعا ما جايبش الآيات اللي فيها 42 شهر مكتوب. آية تانية هي والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعول هناك 1260 يوم. طب أنا عارف في ناس كتير يقول بصراحة الإخوة دول حاجة غريبة جدا يا جماعة، سفر الرؤية سفر رمزي. ماشي يا عم رمزي. طب يا عم رمزي
ايه 1260 يوم رمزي يعني؟ اشمعنى ايه يعني رمزي؟ ايه يعني؟ طب اطلعها. وقريت كتب كده على انه الرقم ده رمزي، ما فهمتش حاجه. هم لان هم ايه 1250 يوم رمزي وليه كده؟ شوف بقى في سفر دانيال يقول لك ايه، عشان حلو ان عينينا تتفتح. طوبى لمن ينتظر ويبلغ الى 1335 يوم. ايه يا عم ده 1250 يوم اللي هم 3.5 سنين اللي هم الضيقه العظيمه، 7 سنين تنقسم الى قسمين، مبتدئ الاوجاع ثم الضيقه العظيمه، وفي نصهم زي ما عرفنا الاخ عياد بيتكلم عن الوقوف امام كرسي المسيح المكافئات. ما بين ال 1250 يوم وال 1335 يوم في كام يوم؟ في 75 يوم، وده الوقت لما الرب يسوع هيظهر فيه وتحصل الحرب الشهيره بتاعه جوج ومجوج في هذا الوقت. ثم بعد كده بقول لك الملك الالفي، وبعد الملك الالفي سيحل الشيطان زمانا يسيرا ليضل الناس اللي اتولدوا بطريقه كده، وبعدين الشيطان هيتم القائه في البحيره المتقده بالنار الكبريت. هذا اليوم كلص في الليل هكذا يجي. بس ركزوا معايا الايه الجميله دي، واما انتم ايها الاخوه فلستم من ظلمه حتى يدرككم ذلك اليوم كايه؟ كلص. سؤال، هل يوم الرب كلص بالنسبه للمؤمنين الحقين؟ هل يوم الرب كلص بالنسبه للكنيسه؟ لا، هي الآية صريحة. أما أنتم أيها الإخوة فلستم من ظلمة حتى يدرككم هذا اليوم كلص. أما كل الآيات أنه كلص بالنسبة للبعيدين، اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق ولم يدع يسهر ولم يدع بيته ينقب. اذكر كيف أخس وسمعت وأحفظ وتب أشرار، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. أنا آتي كلص. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا، ده غير مؤمن حقيقي. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، تنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. تكلمنا كلمة عن الأزمنة، بيقول لكم أنتوا أنا مش محتاجين أحكي لكم عن الأزمنة أنكم عارفين. والكلمة الثانية عن يوم الرب اللي هيجي كإيه؟ كلص. هيجي كلص علينا ولا على البعيدين؟ هاي البعيدين. وإحنا بنقول ونبشر أسوأ، يعلم ربنا أسوأ لحظة للمسيح بالاسم. أنا بقول لك إيمان الشخصي مع كل تقديري لكل إيمان آخر، أنا بقول لك اللي أنا مؤمن به، آمنت لذلك تكلمت. أنا مؤمن إن المسيحيين بالاسم ما لهمش أي رجاء بعد الاختطاف، أنا مؤمن بكده. وطبعا أنا باني إيماني أكتر على متى 25، العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات. وأنا قاري وعارف إن في ناس يقول لك ما تنفعش تبني هذا الإيمان على هذا المثل، بس المثل واضح جدا. بيقول لك المستعدات دخلنا معه واعمل ايه؟ واغلق الباب. اخيرا جاءت بقية العذارى وقرعوا، يا سيد يا سيد افتح لنا. قال اني ما اعرفكم. وهنا تبدأ الضيقة العظيمة، والمسيحيين اللي يحضروا الضيقة العظيمة ولا سيما اللي سمعوا عن الاختطاف هيكونوا اتعس ناس على وش الارض. وما زلت اؤمن ايضا انه في يوم دينونة الاحياء لما يحط الخراف عن يمينه والجداع على يساره واخوته يهود اللي امنوا في الضيقه، ويقول للخراف كنت جوعانا فاطعمتموني، فهم ما شفناكش، يقول كل ما فعلتم اخواتي الايه الاصغر. هذه متى 25 دينونه الاحياء اللي هي جايه مباشره بعد مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. وانتم عارفين ان حتى ترتيب الكتاب وحي، ف بيقولوا كده على يوم الرب حينما يقولون سلام وإيه وأمان يفاجئهم الهلاك بغتة. وأنا بكلم قديسين ومؤمنين وفي آخر يوم، بس أنا لو الآية دي أوعظ بيها لوحدها كده دكتور عماد هكرس بيها. ليه بقى؟ لأني أقدر أحكي لك مئات القصص عن ناس كنت بوعظهم كده عيني وعينك، وهو يقول لي سلام، صحتي، امان، وماتوا وكانوا مش مؤمنين. هلكوا يعني. يمكن من سنتين كنت في احدى القرى، بقول لك لو كنت احكي كنت احكي القصه دي. كنت في قريه في الصعيد. المهم جاني ولد حوالي 19 سنه يعلم ربنا، طويل كده وعضلات. دكتور زكريا يا فين؟ قلت له انا ايوه انا بشوفك في التلفزيون خير ان شاء الله. قال لي ابويا عايزك.
عايز ايه يا حبيبي؟ قال لي تيجي تصلي لجدة ابويا. مالها جدة ابوك يا حبيبي؟ قال اصل هي تعبانة وتعبانة. قلت له تعبانة ايه تعبانة؟ قال لي هي تعبانة وتعبانة معانا، متعبانة معاها، فتعالى صلي لها. قلت له يا تقصدين؟ ما صعيد انا بحب اتكلم معها. تقصدين؟ قال لي كلك نظر، عايز اصلوا منك. انت فاهم؟ انت فاهم الموضوع؟ صدقيني ده اللي حصل. ايش هدر تريق؟ مهم، رحت انا ركبت مش عارف موتوسيكل ولا توك توك ورحت معاه وايه، ولقيت جدة ابوه دي ست قديسة من كنيسة الاصلاح ناط القداسة اللي يعرف يعني، كان ومؤمنة وعلى فكرة صحتها كويسة وبتمشي وبترنم. فانا اتغصت من 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 ابوه وامه وغمضت عيني وصليت يا رب اسكت، ورنمت لي ترانيم زمان بتاعت ناط القداسة دي انا بحبها جدا. يا رب يسوع بارك امي الفاضلة ام فلان واديها الصحة يا رب بأمانة من قلبي. ما بصوا لأحسن، انتوا شكلكم يا امام الله يا جسيس من قلبي. بص بس، ويا رب اديها الصحة وعلم احفادها انهم، ما انا بوعد في الصلاة كنت سنة، وعلم احفادها يهتموا بيها يا رب امين. المهم فتحت عيني لقيت ابو الواد اللي هو دي جدته مبسوط كويس، بس مراته اللي هي دي تبقى جد يعني تبقى جدة جوزها. بس بصت لي كده قلت لها اهتم بيها، ده صواب سامعه؟ وانا طبعا في القريه يعني يقولوا على يعني راجل كبير كده وبتاع. حاضر يا دكتور حاضر. يشهد الرب يسوع. 5 ايام وانا في نفس القريه، وشي حلو انا اصلا. بص ايه اللي حصل؟ اللي حصل نجي ولد، هل حاجه يا دكتور زكريا؟ الواد اللي صليت لاجل جدة ابوك قلت له ماتت؟ قال لا هو اللي مات، شاهد الهي مات. وطبعا هي الكنيسه، كنيسه الاخوه هناك هي الاساس في البلد، ف ف ف وليت الاخوه الكبار جايين هتصلي على الجثه. طبعا مات ازاي يا عم؟ هل لك راكب موتوسيكل ورا اتنين خبط في حاجه اللي وراه ما تصابوش بشعرايا وهو وجع ميت. انا الجثه داخله وانا يعني الواد ما كانش يتصور مطلقا 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 ان جدة ابوه وهي عايشه لغايه دلوقتي. يا عم ربنا يديها طول العمر، تزعل ليه؟ وان هو اللي مات. حينما يقولون سلام وامان يفاجئهم الهلاك. تعالى حتى طبعا، وهذه الايه انتم فاهمين نبويه ايضا، لانه عملوا ما يسمى معاهده السلام سنة كام؟ أنا مش فاكر معاهدة السلام دي اللي كانت 79 يمكن، اللي هو بتاعت مكان ديفيد بين رئيس السادات ومناحم بيجن ورئيس كارتر. وهناك سعدت أن الدنيا تحلق، ولكن الدنيا بتزداد زي ما شايفين. فكل ما يقولوا سلام ما يجيش سلام، تيجي ربيع عربي أو خريف عربي، وتيجي حرب أهلية، وتيجي 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 وبيقولوا سلام، وفي لحظة هيجي الاختطاف ويجي يوم الرب ويجي عليهم كلس. أما نحن إذا كنت أنت جاهز ومغسول بدم المسيح فمش هيجي عليك كلس. أمين. فحينما يقولون اوعى تحط سلامك في صحتك، اوعى تحط سلامك في فلوسك، اوعى تحط سلامك في بيوتك، اوعى تحط سلامك في عيالك. مش عايز اسيب نفسي لان انا طبعا بالطبع كارث، فلو هسيب نفسي هخلص بعد 10 ساعات. ما تحط سلامك في حاجة على الارض، حط سلامك في شخص واحد وحيد اسمه الرب يسوع. مكتوب لانه هو ايه؟ سلامنا الذي نقض حادث يعني. وسلام الله الذي كل عقل يحفظ، لكن الاشرار لا سلام قال اله الاشرار. حينما يقولون سلام وامان يفاجئهم الهلاك بغتة. ثم نحن أبناء نور فلنسهر، بيقول كده. أما أنتم أيها الأخوة فلستم من ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلس. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننام إذن كالباقين بل لنسهر ونصحى. سؤال سريع علشان أنا طبعا وقت حضراتكم ده آخر اجتماع، هو مين اللي نام؟ العذار الحكيمات ولا الجاهلات؟ مين اللي نام؟ للأسف تخيل حين أبطأ العريس نعسنا. فحتى لما يقول لك في افسس استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات، ده مؤمن بس نائم، زي عم زكريا اللي هو
عم زكريا ده الراجل اللي كان مش عارف انت كنت اسيوط ولا القاهره، المهم كان الراجل بتاع المشرحه بتاعنا في اسيوط، ما اعرفش عم زكريا ده كان شكله زي الجثه. ما هو احنا في اولى وثانيه بامان هو بينام، كان هو نايم في المشرحه وانا بعلي العظم طبعا. اي طالب في الطب زمان هنا دلوقتي بنت بتشيلوا العظم مجهز. ها كنا نروح لعم زكريا في عيال صعايده ادالهم جثه سلقوها وبتاع وطلعوا العظم، مش موضوعنا. المهم انه عم زكريا ده انا صاحبته عشان اسمي طعش الاسامي يا حبيبي. فعم زكريا لما كنت اروح علشان اراجع في المشرحه فانا قاعد ادور عليه بين الجثث امام الله واحس الجثه كده، ما انت اللي راح طلبه الطب اللي موجودين عارف احس جثه هو ده زكريا. ويا عم زكريا بوم الايام من وسط نايم على الرخامه زي الجثث. فللاسف الشديد في مؤمنين، لا مش جثث، ما تغلطنيش في الكلام خالص، المؤمن مش المؤمن حي، لا المؤمن مش جثه ولكن نايم بين الاموات. ما ينفعش على فكره. بمناسبه الكلام اللي اتكلمته امبارح عم زكريا ده انا صاحبته، اوعى تقول لحد يا دكتور، وسالته قلت له انت جبت لنا العظم ده والجثث دي منين؟ فصاحبته بس بعد فتره يعني قعدنا سنتين انت عارف اولى وثانيه، ففي الاخر صاحبني قلت له انا اسمي زكريا. قال لي بص يا دكتور انا بدخل القبر مرتين، انا مع انه مافيا طبعا. تدخل امتى؟ قال لي بص المره الاولى يا دكتور زكريا يعني بدخل بعد دفن الميت بحوالي 5-6 ايام. ليه بقى؟ قال تخيل يا دكتور زكريا ان في ستات مجانين دفنت ازواجهم بالدبله، الدبله ده بتترمي في التراب يا دكتور. قلت له لا ما تترميش ترميه. طب تعمل ايه يا عم زكريا؟ قلت اكسر الايد طبعا واخد الدبله، واحلف لي كثيرا انه في رجاله دفنوا زوجاتهم بخاتم سولوتير زي توت عنخ امون طبعا، فرعنه طول عمرهم كده القبور، كل القبور الفرعنه. وحتى في احدى المغنيات العربيات اللي كانت بتغني في مصر قالت في القبر بتاعها حطوا لي، وشفنا على الفيسبوك عاملين تلاجة واكل وبتاع. المهم ففي ناس بتقلق انه يعني بعد الموت. فقال لي خواتم سوليتير يا دكتور زكريا كسرت الايدين وخدتها، وناس دفنوا ناس بفساتين غاليه وبتاع، الحاجات دي تترمي في التراب يا هو عم زكريا بيقول يا دكتور زكريا. قلت له لا طبعا. فانا عايز اقول لك حاجه، مش هتاخد حاجة معاك، ولو حاولت تاخدها يجيب لك عم زكريا بتاع أمريكا هنا هتلاقيه أمام الله يجيلك يا حبيبي. أنا كنت بوعظ في كان الشعار بتاعنا في فيرجينيا في مكان اسمه ريتشموند من 10 أيام يعني قبل ما أرجع مصر واجي تاني، فكانت الآية الشعار اللي بتقول إن كان لنا قوة كسوة في نكتفي بهم، وبعدين الآية اللي بعدها بتقول لك أن لم ندخل العالم بشيء. حد فاكر بقى الآية؟ وواضح إن أنا لا نخرج منه بشيء. غلط، لا نقدر أن نخرج منه بشيء. ولما قريت المفسرين المحترمين يقول لك كأني الآية دي الرسول بولس بلوحي بيقول لك الإنسان عنده رغبة لو قدر ياخد حاجة معاه بعد الموت ياخدها. وحكى لي صديق خادم في منطقة دير بني سويف حقيقة بيقول لي أنا بصلي مع راجل كان بيموت حقيقة يعني، وبقول له خادم أكبر مني في السن، وبقول له في اسم الرب يسوع اديني إيدك عشان صلي ورايا. قال له لا هديك إيدي ولا صلي وراك. قال له أنت المهم حاول معاه وبعدين ومات الراجل. والخادم صاحبي ده موجود وجود دكتور واكتشف أنه مات. فقال لي أول ما جيت دكتور وعرف انه مات راح جات مراته فتحت ايده واخدت كوبشة مفاتيح كده، والخادم قال لي ان هو رفض يصلي معايا ويحط ايدي في ايديه علشان خايف ان مراته تاخد المفاتيح منه وهو بيموت. وعم زكريا موجود. يلا خلينا في اللي بعدها. يعني انا بستغرب من حاجة وانا اقول واجري على الله، انا عايز ايه؟ انا من ضمن القصص اللي ضايقتني جدا جدا انه هنا امريكيا برضو هذه القصة، انه في راجل كان ما عندهش اولاد ومراته رقدت، فراجل في امريكا مؤمن حقيقي، فهو قال للاخوة بتوع البايبل سوسايتي اشرف زهني مش عارف موجود ولا لا،
قال انا هدي كل فلوسي للبايبل سوسايتي. دي قلتها في حياتك في قصه بالاسم والرقم وكده يعني دوكيومنتد وموجود على اليوتيوب. وبعدين كل الاخوه يقولوا له طب انت الثروه بتاعتك دي ملايين يعني هتديها للبايبل؟ أيوة طبعا في اسم الرب يسوع هديها للبايبل سوسايتي. طب امتى؟ ان شاء الله السنه الجايه. وهكذا سنه ورا سنه وسنه. ورقد الراجل اخ المؤمن الغني جدا، فطبعا ما كانش ادى الثروه لل ما هو كان عنده كلب زي انا عندي ريكو كلب جميل كده. فطبعا هيئه الكلاب بتاعتكم هنا بتاعت الحيوانات دي طلبت كده، فكل الفلوس بتاعته بقت للكلب بالقضيه يعني. وجابوا له مش عارف 25 طبيب بيطري الكلب بقى ربح مش عارف حظ الايه على ايه ما يقولوا في المصري. دكاترة فيت كسبوا ملايين. وبعدين الكلب مات فتحولت كل هذه الفلوس الى هيئة الكلاب والحيوانات في امريكا، رغم ان هو قبل ما يموت كان ناوي باخلاص انه يديها للبايبل سوسايتي. فيا اما عم زكريا يا اما هيئة الكلاب وانت حر. احنا اولاد نور علشان كده عايزين نصحى. اما انتم ايها الاخوة فلستم من ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جميعكم ابناء نور. طب وبعدين يجي تاني تحس انه فيه وبيكرر؟ لا مش بيكرر. في الاول قال لك احنا اولاد نور اسهر، بعدين راح قال لك احنا مش اولاد ظلمة فما تنامش وتعمل اعمال الليل. يعني حاجتين مختلفتين. لا لا تقول لك دي اسهاب ولا لا لا مش تكرار. المرة التانية الاول بص كده معلش خلينا بص معايا في الآية اللي فات. الآية اللي فات بيقول لك اما انتم فلستم من ظلمة جميعكم ابناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة فلا ننام. بعدين بيقول له الذين ينامون بالليل ينامون والذين يسكرون بالليل يسكرون، واما نحن الذين من نهار فلنصحى ولابسين درع البر وخذ. يعني احنا من نور فصحى، واحنا مش من ظلام فما تعملش اعمال بتوع الليل. وهو ربنا اللي شايفك وشايفني. كتير جدا بيهمنا رأي الإخوة فيه، والحاجات اللي بعملها قدام الإخوة غير اللي بعملها في البيت، غير اللي بعملها في الشغل. والمؤمن الحقيقي المخلص بتاع فيليبي واحد، كلمة مخلصين في الأصل اليوناني هي إن تحطه في الظلمة زي ما تحطه في النور. هو جينيوان. وانا بقول الحاجة اللي ما تقدرش تعملها قدام الناس ما تعملهاش على انفراد، حتى على الموبايل، حتى على الفيسبوك، حتى على السوشيال ميديا. هذا وانكم عارفين الوقت. دي الآية اللي عن طريقها طبعا القديس أغسطينوس قبل الرب. قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة الرب. ثم اخيرا الآية الجميلة المشجعة جدا جدا، وبرضو مش هنستخدمها فرصة للجسد يا اخوة، بس احنا لازم نعرف مركزنا في المسيح. بصوا بيقول ايه؟ لان الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لاجلنا. من فضلك قولوا معايا الايه دي عشان بس نفرح. حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا. يعني المؤمن اللي نايم لحظه مجيء الرب هيهلك صح؟ لا. طب واللي صاحي برضه مش هيهلك؟ طب المفروض نصحى. بس في النهايه احنا مش بتوع غضب. الله لم يجعلنا للغضب، انتهى غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الله واسمه. من يوم ما دخلنا الفلك خلاص ما بقيش في غضب. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطف احد من يدي ابي الذي اعطاني اياه. هو اعظم من الكل ولا يخطف من احد احد من يد ابي. انا والاب ايه واحد. فصحيح هو بيحذرنا عايزنا نصحى وبيقولنا ما تعملوش اعمال بتوع الليل، بس في النهاية لازم الحق حق ان احنا مش بتوع غضب ولا هنهلك. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ثم الاهتمام بالآخر. همر بسرعة على بعض النصائح الجميلة وأظن انكم هتفرحوا معايا، وأظن انها مسك ختام الكلام الجميل اللي قالونا الخادم الرب الفاضل الأخ عياد عن الكنيسة في الحالة الأبدية. وأيضا أن ننهي مؤتمرنا بهذه النصائح سواء الاهتمام بالآخرين أو النصائح العامة. طبعا للأسف وقتنا مزنوق فهمر عليها بسرعة، بس صلي في سرك قل له وأنا نازل كلمني في الكلام ده. أمين. أنا أقول آيات بس. أول حاجة ابنوا أحدكم الآخر، ابنوا أحدكم الآخر، عزوا بعضكم بعضا اللي هي قالها في صح 4. وبعدين لك ابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون. يا إخواتي الأحباء، انت لسه
شكسبير اللي قال الكلام ده. احيانا كلمات السخريه هي عباره عن رصاصات من ورق تؤذي اكتر من الرصاص. يعني احيانا تقول كلمه لاخوك يوجد من يهزر كايه؟ كطعن السيف. فخلي بالك ليكن كلامك للبنيان. كلمي جوزك كلام ايجابي عشان هو تعبان، وكلم مراتك كلام ايجابي عشان هي كمان محتاجاك، وقول دايما كلام كويس. عارفين طبعا اشهر القصص للراجل اللي سنه 80 سنه وبيموت ماسك ايد مراته. انا كان نفسي اقول لك حاجه من 50 سنه قبل ما اموت. قالت له ايه؟ كان نفسي اقول لك اني بحبك. طبعا هي نكته بس هي حصلت. وفينا ناس لان احنا مسيحيين نكون خلفيه ايه يقول لك انا لا تقول اني احبك اني اشعر. لا اقول امال مين اللي يقول؟ ولا بحبك مين اللي يقول يعني؟ مين اللي يبنيها؟ مين اللي يدفيها؟ مين اللي يشجعها؟ مين؟ احنا في ايام صعبه ولازم تهتم ولازم تفهم ولازم انا افهم وهي تفهم. وانا عارفك في انتجواتك انت مالك انت خلاص يا عم انا مالي بقول لك ابن اخوك ابن مراتك انت زعلان ابن اخوك. يعني الكلمه يشهد ربنا. انا حمراوي المزاد بطرس يعني كل اللي جوايا بقول لحضر اللقاء بتاع عياد معايا من يومين عارف كده انه كل اللي جوايا قلته. بس امي وانا صغير صغير قوي يعني يمكن 7 سنين كنت طبعا بزعج مع اخواتي واش. قالت لي انت هادي يا زكريا؟ قلت لها نعم. قالت لي دوق الكلام. طبعا انا ما فهمتش يعني ايه، ضحكت عليها ايه الكلام مالح يعني ايه دوق الكلام؟ قالت لي هات تتكلم اسمع كلام دوق الكلام. قلت لها دوق الكلام ازاي يا امي؟ قالت لي قبل ما تقوله لحظه بس شوف تاثيره على اللي قدامك هيبنيه ولا هيهدمه. يا اخوه يشهد الرب ضحايا عدم البنيان احنا كخدام شايفين. يمكن انت قلت ومشيت ولا واخد بالك وهو اتحطم واتدمر. كمان اللي اتحطم واتدمر هتقول لي غلطان؟ طبعا غلطان لان انت بلا عذر ايها الانسان، بس برضو كمان نبني بعض. فخلي كلامك للبنيان. عندك كلمه حلوه قولها. طبعا فيليب 4 كل ما هو حق كل ما هو جليل ان كان مدح كرامة ففي هذا افتكر وفي هذا افعل. ورقم 2 اعتبر المدبرين. مدبرين يعني القادة، our leadership. القادة المدبرين. سألكم أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينزلونكم أن تعتبرونهم كثيرا في المحبة من أجل عملهم. كل الناس اللي بتخدمنا والناس الكبيرة في السن، وإحنا لازم نقدر الناس دي ونعتبرهم. وفي طبعا بعض الناس لما مثلا انا اجي اقول مثلا الوالد الحبيب الدكتور مثلا كميل الدكتور القلب الاشهر والشهير، لما اقول له انت زي ابويا مثلا، في البعض يقول ده نوع من الرياء. يا عم مش رياء، ده راجل خدم الرب سنين عمره وابويا بجد. اقول للدكتور زكريا كده، اقول لعم عادل، اقول يعني الناس الكبار. يعني في ناس تعرفين طبعا بعد الثورة بالذات في مصر بعد 2011 عايزين الواد لازم يشتم ابوه علشان يبقى مش كده. اعتبروا قادتكم هنا اعتبروها طبعا فيها نوع من حتى التقدير المادي للناس اللي هم ما عندهمش، لكن على الاقل التقدير الادبي. دول ناس ده ابائنا. فمش معنى انه انا يعني انا اخ وهو اخ بس هو قد ابويا وخدمني وربحني المسيح يمكن ما عملهوش بدون تقدير. فده كلام مهم. وعلى فكرة ده بيبين لك الشخص، هذا الشاب الخادم بيبين لك هو أصله إيه وضعه إيه. إذا هو مش طبعا مش موضوعنا يعني، بس احنا بنتكلم مثلا مع الشباب الخدام، كل شاب خادم ويروح في القرية ويبقى الراجل كد جد، والراجل القروي طيب جدا، والقروي ده عمدة يعني معاه أولاد رئيس نيابة وابنه التاني ظابط مش عارف إيه. فالخادم الصغير رايح، فالراجل الكبير اللي هو المسؤول الاجتماعي الاسقف بتاع الاجتماعي يعني المدبر، فيقول له هات الشنطه شيلها. فقال له روح الواد يسيبها له، وانا اشوف كده امسك الواد اقول له هات انت هات اتربيت ده جدك. قال لي هو اللي قال لي ياخد، بس مش هو اللي يشيل الشنطه بتاع ايه؟ هو انت عشان خادم اكرمك الرب تبقى خادم.
هو 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 اولاده بيبصوف بايديه لغايه دلوقتي. على فكره ده مش ثقافات اللي انا بقولها، مش كلتشر، ده تعليم مسيحي انك تقف قدام الاشيب. فعلينا ان نقدر بعضنا البعض ونمدى يعني نبني بعض، وايضا نعتبر الشيوخ والافاضل اللي بيننا ونمكن لهم كل حب وخضوع. واقول حاجه ما حدش يزعل مني، ما اعرفش انا حمراوي المزاج ولا هيكون يكون، هي طابور اصله، هي طابور، عارف طابور العيش وطابور البتاع. فالكبير اللي قدام ده انت قدره، وانت لو ربنا شافك حلو هيجي الوقت وانت تكبر، ومطلوب ايضا من الشباب ان هم يقدروك. في مثل كتابي طبعا، لما ايليا طالع للسماء اليشع قال ايه؟ يا ابي يا ابي يا مركبة اسرائيل وبرسل. انت اللي شايل اسرائيل. مرت السنين واليشع كبر في السن ومات. اول ما مات او لما عجز قال له ملك، قال له يا ابي يا ابي يا مركبة اسرائيل، يعني الكلام اللي قاله في شبابه اتقال له هو كبير، وما يزرعه الانسان اياه. فمش عيب يعني، طبعا انا مش بتكلم عن حد معين، بس يعني يمكن اكتر بقولك بكلم الشباب في مصر او في البلاد اللي بنخدم فيها للشباب الخدام، بقول له اعمل في حاجز السن وحاجز ان كان اخ مسؤول كبير في الكنيسه، ما غير يشيل لك الشنطه، ما يشيل لك الشنطه طبعا لما يتقطع، انت اللي تشيل شنطته مش انك خادم، وهكذا طبعا. فسلموا بعضكم بعضا. طبعا ان كان ممكنا، انا جبت بتاعه روميا، في مرات يعني افرض راجل داعشي عايز يقتلك مثلا، فهتسلموا ازاي؟ فان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. اما المؤمنين ما فيش حسب طاقتكم، يعني بتاعه تسالونيك ما فيهاش حسب طاقتكم، بتاعه روميا فيها حسب طاقتكم. بتاعه روميا بيتكلم عامه على اللي في الشغل والبوذيين كل الناس، خليك مسالم. والمسيح علم تلاميذه لما روحوا اي مكان قولوا ايه؟ قولوا سلام، فاحنا رجال سلام. ففي تسالونيك سالموا بعضكم بعضا. في روميا بيتكلم كلام عام بقى، في ناس ما انت تسلمها هو عايز يقتلك اساسا، بيدور عليك يقتلك، فلازم انت تختفي. وانت تحبه بس تكون حذر، كونوا حكماء كالايه؟ كالحياه، فحسب طاقتكم. النصيحه الثالثه في موقفنا بعضنا لبعض، انظروا. نطلب اليكم ايها الاخوه انظروا الذين بلا ترتيب. احبائي، طبعا الايه دي بتتكلم عن الآية الأشهر المشهورة في غلاطية 6 طبعا، إن سبق إنسان وأخذ في ذلك فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الإيه، وناظرا إلى نفسك لألا تجرب. يعني وإنت بتكلمه بجد، مش أصله بصوا يعني كلنا اختبرنا الكلام ده، كلنا إخوة أخوات. يا محبوب عندي عايز أقعد معك قاعد على انفراد، يا محبوب تعال بص، هما كلمتين في المحبة. هو أول ما قال لي في المحبة وعمل عينيه كده، أنا الأدرينالين طلع، لأنه أنا عارف وينزل بقى فيه. الرب يسوع عشان يغسل أرجل تلاميذه كان لازم يعمل إيه؟ كان لازم ينزل. لكن كمان إنك ما تنزروش، أنت بتضره. ودايما بفتكر في الآية دي حاجة حصلت معايا وانا شاب صغير. انا قابلت الرب في نجاح حمادي، وانا والاخ جون غبريال ابننا الرب، وبعدين جون كان سافر القاهره وكنت انا الوحيد الشاب الصغير اللي في اجتماع الاخوه، فاضطريت اعمل درس الاحد لوحدي، وكنت برنم واوعظ وبتاع وكل حاجه للاطفال مدارس احد يعني. المهم بعد كده طبعا اشتركت على مية الرب بعدها بشهر، يعني سنه 77 اشتركت على مية الرب. وزي الاخوه عندنا بسطاء عواجيز كده وحلوين، فبديت اطلع بالترانيم، وطبعا صوتي يعني رائع جدا، لو شربت جنزبيل وبتاع طبعا هبقى حاجه يعني. ف طبعا كان بطلع بنغمات وحشه جدا، وانا مش عارف بصراحه، انا بالعكس ده انا حسيت ان هبقى مرنم يعني زياد وكده هضيعهم. مصدقني يا اخواتي ساعتها اعتقدت كده، انا بلا ترتيب يعني انذروا بدون ترتيب، انا مرنم بقيت في الكنيسه. وفي اخ صديق ليا ورب يديله الصحه يا رب يكون مشاهدني من نجاح حماد، اسمه الاخ مدحت وردي اللي هو اخو مرات الاخ صفوان. فمدحت اصغر مني بسنه وحبيبي قوي قوي، يعني مدحت ده ما فيش زيه في العالم،
بالنسبة لي طبعا، يعني فعلا في الياباني والصيني بتاعه، بس زي متحد في حالي ما فيش خالص زيه. المهم قديس معاصر وتقي وكذا، فخدني احنا في نجح حمادي كده في حتة، وبعدين خدني لغاية الغيط وحط كتفه على، قال لي بص يا زكريا يا اخويا، طبعا انا حسيت انه في حاجة عايز يقولها لي. قلت له يا متحد. قال لي تعرف لما بتوعظ العيال في مدارس الاحد كده؟ قلت له هات من الاخر. قال لي بس بص يا زكريا يا اخويا، بلاش موضوع الترنيم ده بكل حب طبعا، ومدحت هو حنين وزمعته قريبه كده. ليه يا مدحت صوتك مش عاجبني؟ قال لا عاجبني، انت كروان يا زكريا، انت كروان، بس عشان خاطر ربنا بلاش. قلت له خلاص اوعدك بلاش. وبعد كده طبعا لما بدأ الاخوه يطلعوا بالطرق، وانا قلت ده انا كنت بعك عك ايه ده. فلن انسى فضل مدحت وردي انه وجهني، كنت دلوقتي انا هبقى مرنم وتدعوني في ده. فانا بقول حاجه فان يا جو، لعلمك انا لو خدت جنزبيل ممكن. فالمهم انه يعني حلو انك انصحني، ما تسيبنيش في غلطي، بس بذوق، بس قول الصدق في المحبه زي في رسالتي. قول لي بس بحب وفي الوقت المناسب وبطريقة مناسبة. انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس. قال الأخ عياد مش عيد تاني، حينما نشجع المتكبر نحن أزيناه، وحينما نحطم الصغير النفوس نحن ضيعناه. فشجع صغار النفوس، ولكني أقول كمبدأ عام، وأنا يعني أزعم أني الرب شرفني لي سنين بخدم الرب، 1 جرام تشجيع أفضل من 100 طن انتهار. هذا ما اختبرته مع أخواتي وأخواتي اللي خدموا الرب معايا من الشباب. هقول تاني، 1 جرام تشجيع أفضل من 10 أطنان من الانتهار. وعايز أقول لك حاجة غريبة جدا، اوعى تعتقد ان الخدام اللي في نظرك انهم معروفين ومشهورين ومقدرين انهم دول مش محتاجين تشجيع. يعني تقول لك لا ده فلان ده انا اقول له لا لا يفتخر. انا حصل معايا وانا في اسيوط كنت طالب، وفي خادم كان يحضروا له الاف، كانت الشارع شركه قلت تتقفل في جامعه خاص النفوس، وانا خدت 2 ساعة على ما قابله 10 دقائق، ودخلت له سالت سؤال واحد، قلت له كنت انا بديت اخدم في القرى يعني لسه كده، قلت له انا عايز اسال حضرتك سؤال، ازاي حضرتك كل الله بيستخدمك وكل ليله 50-60 واحد بيتوبوا على ايديك، وازاي انت مش متكبر كده بحب شديد؟ وراجل ايه اسم من اكبر اسم، راح اعمل كده وبعدين لقيته بيبكي ونهار في بكا. رحت انا بصت ايديه قلت له انا اذيت حضرتك يا اخي فلان، انا متاسف، ما انا عيل. قال لي لا يا ولدي، راح حضني كده قال لي انت خايف علي ان اتكبر؟ قلت له اه. قال لي لا انت خايف علي من صغر النفس. صغر نفس ايه يا عم، ده صوت اتقفل علشانك. قال لي لا، ما انا ليه عندي حروب تاني يا ولدي، انا عندي حروب في بيتي وحروب حواليا وانا غلبان. يا اخوة شجعوا الناس. ترنيمة اللي في كتاب في مصر، كتاب ترنيمات روحية بتاعتنا، كم اناس يطلبون ابتسام لا ذهب، ونفوس في انحناء تحت وطأة التعب تحتاج كلمة تخفف الألام، كذا محبة وليس للملام. شجعوا الناس يا جماعة، قول كلمة تشجيع مش هتكلفك حاجة، قولها في مكانها مرة تاني، ما تقولش بس الناس تعبانة. يعني لما حد هيقول لي ربنا كلمني مثلا، انا سامع انه في مش عارف واحد محترم جدا، لما واحد قال له ربنا يباركك ربنا كلمني من خلالك كنت رائع النهارده، قال له الشيطان قالها لي قبل كده. انا بصراحه الحكايه دي ما بحبها، يعني القصه دي ما بكرهها، لان هو الاخ الخادم ده على راسي اللي قال كده بس غلطان. يعني واحد بيقول له انا ربنا كلمني عن طريق، يقول له يعني خلاه شيطان، يعني واحد بيمدحك تقول له انت شيطان، عيب. فبس بينما انك ممكن جدا شاب صغير بدا يخدم، شكر في اجتماع كسر الخبز اول مره، خدم في مدرسه احد عندك، وانا قلت له يا ابني ربنا يباركك ده انا حضرتك وكان تاملك جميل، تفرق معاه جدا، وهو منتظر تقول له بس مكسوف يقول لك رايك ايه يا اخ او يا اسيس او. فشجع الناس الناس ما إح انك بص كله مطحون، خادم ومخدوم، غني وفقراء كله مطحون.
طب أنا أتحداك، لماذا نحب الأربع أناجيل ونقرأها دائما؟ لأنها تتحدث عن يسوع. وما هو أكثر شيء مشجع يعني يجذبك في يسوع؟ طبعا في حياته، طبعا نحن كل شيء من ألف لياء يجذبنا، هو حلقه حلاوة وكله، بس إيه أكتر حاجة؟ تواضع. إيه أكتر حاجة؟ خضوع. إيه أكتر حاجة؟ تشجيع. تشجيع. يسوع المسيح ابن الله الحي لقي في جبل النجاسة في هذه المرأة في يوحنا 4 لقي حاجات كتيرة حلوة، علشان عينه حلوة مشجعة، قال لها حسنا عندنا زمان في نجاح حمادي بدل اكسلنت او ممتاز كانوا يكتبوا حسن، حسن يعني من حاجة حسن عن النجمة، فبقول لها برافو حسنا قلت، وقالت نص الكلام، ايه ده تشجيع. حسنا قلت ليس لي زوج، كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. وبعدين حط الحتة السندويتش نعمة حط في الحق، هذا قلت بالإيه؟ بالصدق. يبقى الأول حسنا قلت وفي الآخر هذا قلت بالإيه؟ إيه ده يا عم؟ ده يسوع المسيح اللي أنا بعرفه. لكن اللي بيكسروا في عظم الناس دول حتى على الفيسبوك ده مش يسوع، مش هو يسوع اللي أعرفه، ده شخص الرب يسوع اللي بعرفه حنين وحلو، شجعوا صغار النفوس. ثم اسندوا الضعفاء، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. بولس كان بيقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهم. مش هكرر، الأخ عياد قال لنا كلام جميل جدا جدا في النقطة دي، وقال لك لما أخ ضعيف داخل بدل ما تقول له الحمد لله بسلامة وحشتك وأنا مقصر، وفعلا أنك ما اتصلتش بيه تقصير طبعا، لو يعني جد مدحت، جد الأخ مدحت فايق، هو أبوه جده زكي جندي وأبوه في خلوصي، ولا مرة ما وقفوش بعد الاجتماع وسلموا على الناس، ولا مرة. دكتور عادل حكالي والناس اللي عاشوا في خلوصي، ولا مرة غاب أخ أو أخت وما اتصلش عم فايق اللي هو أبو مدحت او جده، طبعا هو اللي كان اساسا زكي جيد ده بالغايب. فكده كده في ناس بتغيب بالشهر والسنه وانت ما تعرف، هم ما تعرفش انهم غابوا ولا لا، انت اخ مسؤول في الكنيسه، طب يعني كده كده انت ما سالتش، طب لما يجي قول له ام سوري ما سالتش عنه، بدل ما تقول له انت جبت ليه واحنا كنا هنحزلك. انا اظن اللي قاله الاخ عياد فيه الكفايه في هذا. سند الضعفاء، اتبعوا الخير مع الجميع، انظروا ان لا يجازى احد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. ثم وصايا وطلبات، انا طولت خالص همش همر بسرعه، افرحوا كل حين. وانت في العربيه في الترافيك، اذا حصل ما نجحتش امتحان لايسن اي حاجه، لو حصل ان حد بعيد عنك عي، هذا ليس مبرر انك ما تفرحش، لان الايه تقول افرحوا ايه؟ حتى لو لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، صلوا بلا انقطاع. هذه الايه بحبها، قلت لكم من بارح وأتمنى أن حضراتكم تاخدوا بالكم، استخدموا الأوقات المملة في الصلاة. وقت الترافيك أجمل وقت للصلاة، وقت الطوابير أجمل وقت بصلي فيه، وقت الطيارة أشكر الله، قلت لكم أنا بنام في الطيارة على طول، بس المرة دي كان أحلى وقت من كايرو لباريس لما قعدت 5 ساعات أصلي، كان أجمل وقت في عمري، وكلمني الرب وظهر لي في الطيارة، ظهر لي بالعيان طبعا يعني جاوب على أسئلة جوايا. فكيف من سئل بيلي جريهم ايضا في كتاب كما انا اللي اتمنى انكم تقروه، قال له بتصلي كم ساعه؟ قال لهم قصدكم بوعظ كم ساعه، بدرس الكتاب كم ساعه؟ قالوا لا احنا قصدنا بتصلي كم ساعه. قال السؤال غلط، انا اصلي كل حين، اصلي وانا بوعظ قلبي مفروع، وبصلي وانا نايم، حتى احيانا بحلم اني بصلي، وبصلي قبل النوم، وبصلي في الترافيك، وبصلي في الطياره، وبصلي. فلكي هذه الآية تتحقق استخدم الأوقات ما يسمى أوقات الفراغ أو الأوقات الضائعة. ثم أشكره في كل شيء، هذه الآية أبسوليوت. طبعا في آية بتقول أشكره كل حين على كل شيء، فهذه أيضا أي مرة تقول بوف أوف متأسف سامحني أوف كده أنت بره، أنت مش صح. افرح كل حين واعمل إيه؟ واشكر كل حين على كل شيء. ثم لا تطفئ الروح. ما الفرق بين حزن الروح وإطفاء الروح؟
حزن الروح الذي يطفن يحزن الروح عدم القداسة، صح الأربعة اللي قلناها امبارح. أما إطفاء الروح فهي عدم الطاعة. إذا جيت تنام وربنا جلك، قوم صلي لأجل أخوك الغلبان عياد ظريف أو زكريا ستاورو أو أي أخ، ما تطفيش الروح. حوالي 4 سنين كنت أتعرض لأصعب تجربة مريت بها في حياتي، وكنت في غالبا مش فاكر أوريغان ولا واشنطن إيه، يعني المهم فرق بيننا وبين مصر كان 11 ساعة 10 ساعات، وكنت مضغوط جدا، عندي تجربة رهيبة جدا جدا جدا، وأنا لدرجة إن يعني بقول له ما هو يتحل يا مو يا تاخدني، يعني شوف لحق شوف لك حق، خلاص نفسي ضاقت حتى الموت. وأنا عامل التليفون بتاعي رومينج، فرار إن رقم من مصر، طبعا مصر في الوقت ده كان غالبا الساعة 3 الفجر، فطبعا أنا مرضاش أرد. ليه؟ لأن أنا لو رديت أنا اللي هدفع، أنت فاهم إزاي، لأنه رومينج. فقفلت، رح رن تاني قفلت، رح رن تالت، قلت لا تكون في مصيبة ولا بتاع. ففتحت لقيت الطرف التاني أخ قديس مبارك، واحد من أحلى الإخوة وقديسين وقال لي زكريا أنت فين؟ في حاجة؟ قلت له إيه في حاجة يعني؟ أنت اللي في حاجة؟ قال لي لا أنا ما نمتش من الساعة 11 راكع أصلي عشانك. والراجل ده عمره ما اتصل بي. قلت له أيوة أنا في مطار في أمريكا وأنا عندي مشكلة. قال لي بص دلوقتي عندي 3:30 الفجر في القاهرة، أنا وأنا بصلي لأجلك ربنا قال لي خلاص اتحلت مشكلتك. قلت له شكرا يا أخي فلان، شكرا أن أنا انقطعت الصوت ربنا اتصلي لأجلي. ورجعت مصر ومشكلة رهيبة اتحلت لوحدها من غير أي خسائر ولا أي حاجة. بس لن أنسى هذا الأخ الفاضل الذي لم يطفئ الروح، اللي صحي 3 الفجر مع أنه من أغنى أغنياء مصر يمكن، عشان يصلي الخادم غلبان، يتعرض لتجربة ومشكلة. كلنا مخنا في لا تحزين الروح، وكلنا بننسى لا تطفئ الروح. يا اخي عندك وقت صلي لاجل اخواتك، زورهم، قول كلمه بالتليفون، اعمل حاجه. لا تحتقر نبوات الكتاب كله اللي قلناه ده، من يتكلم من يتنبأ يكلم الناس ببنيان وايه ووعظ وتسليه. لما ربنا يكلمك في الاجتماع من خلال كلمه الله ما تحتقرش، امتحنوا كل شيء. احنا مش منتقدين، بس احنا سوري مش 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 مميزين، علينا ان نكون مميزين. ما تقوليش يا محبوب خليك بسيط، انا بسيط بس مش هتخدع، لازم اميز ارواح. ما يمكن اللي بيكلمني ده ارواح شريره عايزه تهدمني، يمكن عايز يدعيني المكان هيضيعني. فاختبر كل حاجه. طب كيف اختبرها؟ اختبرها عن طريق الكتاب والصلاه والروح القدس. الكتاب هي المرايه، مش كده؟ كما الناظر واجه خلقته فيه مرآة، بص شوف الموقف بتاعك ده، ثم الروح القدس اللي يقوله لك. شوف الموقف ده مبني على كلمة الله اللي الأخ ده بيحكي لك فيها والأخت دي، ولا ضد كلمة الله، بس امتحن وخلي الروح القدس. وأقول لكم حاجة برضو، حاجة شخصية اعتبرها تأمل وليس تفسير. دائما الروح القدس على حق، مش الكيمياء، فاهم؟ يقول لك أنا الكيمياء بتاعتي مش ماشية معها، ماشي لو الكيمياء بتاعتي مش ماشية معها، أنا مش مطلوب أكون صديق كل واحد. بس مرات من اول مره وتاني، مش الانطباع الاول برضو تاني، من كذا موقف حاجه جواه تقول لي بلاش المشوار ده، بلاش الخدمه دي، بلاش الزياره دي. وانا اقول ازاي يعني انا بشكك في الاخ ده ولا في الاخت؟ يا عم روح القدس جواه انا انت مالكش دخل بلاش. وتمر السنين واكتشف ان الصوت اللي انا كنت فيه على حق، وان هذه علاقه خسرتني كثير من الشهادات ومن شهادات الروحيه اقصد والخدمات وبتاع. فلما الروح القدس يقول لك لا مش ما يبقى لا. طبعا ميز ما بين الروح القدس وما بين الكيمياء والاستلطاف، لكن حينما انت متعود تسمع صوت الروح القدس ويقول لك الموضوع ده بلاش، يبقى بلاش خلاص. فامتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شيء بشر.
ايه الايه الغريبه دي؟ يعني لو انت مش عارف ده صح ولا مش صح ما تعملوش، بس مش هنا ما يقولكش امتنع عن كل ايه شر، لكن امتنع عن كل ايه، انت ضميرك تعبك يا اخي. صح، كل شيء طاهر للطاهرين، لكن اذا انت متشكك اذا اكلت يبقى غير طاهر ليك، رغم ان هو ممكن ما يكون سليم. فطالما شبه شر بالنسبه لك بلاش. في مصر بيقول لك ابعد عن الشر وما تغنلهوش، مش هنغني له، وابعد عن شبه الشر وما تغنلهوش كمان. هذه هي الايه. اعمل دكاتره طبعا الافاضل اساتذتي يفهموا اكتر مني، اعمل سيفتي مارجن، معنى امتنع عن شبه الشر، يعني بعيد عنك لما يبقى في كانسر 1 سنتيمتر بيشيلوا 1 سنتيمتر ولا يشيلوا 5؟ بيشيلوا 5. ليه؟ بيعملوا سيفتي مارجن، كل شيء لالا في الاربع سنتي دول يكون في خليه سرطانيه دخلت، فامتنع عن يعني اقطع العرق وسيح دمه. هدي امتنع عن كل شيء بشر يعني، وبالذات لما مراتك تقول لك بلاش. انا بكلمكم بامانه باخلاص عن خبره، يعني يمكن انا بوعظ لي 34 سنه، لما مراتك تقول لك بلاش يبقى بلاش. معلش الرجاله يسمعوني، ما هتقول لي ايه اصل بتغيق. بص عن خبره، الستات عندهم قرون استشعار في حاجات احنا مش عندنا. اسمعوني بس، انا بكلمك وحتى اخواتي الخدام اتفقوا معايا، لما تقول لك بلاش يبقى بلاش، خلاص الموضوع ده بلاش خلصت. مراتك اهو، انا بحب حماتي جدا وعمري ما انزل قنبله لو كنت ارهابي وحماتي موجوده، اني احبها وصل حول. خليك ابعد، ابعد عن الحاجه اللي يعني طالما موضوع فيه كلام وحد قال لك بص انا حاسس بلاش يا عمي، الدنيا واسعه. طيب، يقدسكم بالتمام، هذا لا يعني ان توجد قداسه كامله على الارض، لكن يقصد يقدس ارواحكم ونفوسكم وجسدكم. وهذه الايه ايه من الايات النادره في كلمه الله، فهي الايه الوحيده في الكتاب المقدس التي تظهر ان التركيبة البشرية نفس وروح وجسد. يا حلاوة الكتاب، يا حلاوتك يا بولس يا بتاع الخيام، يا حلاوتك يا بطرس يا صياد، تكلم اناس الله القدسون ايه لسه دلوقتي وقال لك ايوه الانسان في روح ونفس وجسد. دلوقتي ده بولس كاتبها سنة 52 ميلادية. يا عم حلو الكتاب. الرب يقدر يقدس روحك ويقدس نفسك ويقدس جسدك. جسدك معروف الخطايا الفيزيكالي، ماشي. روحك يقول لك حاجة اسمها دنس الروح، سمعتوا عنها دي في كرونسوس؟ دنس الايه؟ الروح. تحس كده ان في استلطافات مش نظيفة، في روحك ميالة لشوية فلوس مش صح، ابعد. ثم دنس النفس، النفس هي مركز العواطف والاحاسيس، اوعى نفسك عشان تنبسط تروح المشوار ده ولا تقعد القعده دي ولا تقابل فلان ولا علان ولا تشوف. فهنا يقدسكم بالتمام، يعني مش انسان يقول خلاص انا عندي قداسه كامله، لا فيش، طالما فيها جسد منتظر مجيء الرب. فاهمين ازاي؟ لكن انا يقدسكم بالتمام، اي يستطيع ان يقدس ثلاث تكوينات روحي، اللي هم ثلاث تكويناتي اللي هم نفس وايه وروح وجسد، يقدس نفسكم وروحكم. ثم صلوا لاجلنا، 12 رسالة من الـ14 اللي بعتهم بولس يطلب أن يصلوا لأجلهم، فعليكم أن تصلوا لأجل الخدام. سلموا على الإخوة بقبلة مقدسة. إيه معنى الآية دي؟ دي اللي قاله الأخ عياد، ومش هعيده بس بذكركم، وانت بتبوس أخوك اوعى تبوسه وقلبك في ضغينة تجاهه، بغاشة هي قبلة العدو صح، لكن هنا قبلة مقدسة، يعني وأنا بقول له بحبك يبقى بحبك. خلاص أنا خلصت. ثم تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين في كل العالم، أتري وحي. هذا طبعا هذه آية من الآيات التي ترد على أنه
لما في بعض التلاميذ التعليم مثلا في كورنثوس او في كولوسي او في تسالونيكي يقول لك لا 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 دي التعليم ده خاص بس بالكالتشر او بالثقافه بتاعه كورنثوس. لا يا حبيبي، ايات رسائل كثيره يقول ان تقرا هذه الرسائل على جميع القديسين، فكل الكتاب هو موحى به من الله، وهذه الرساله تقرا على بتوع تسالونيكي وعلى بتوع غلاطي وعلى بتوع وعلينا في هذه الايام. ثم نعمة ربنا يسوع. ايه رايك في المؤتمر الحلو ده؟ اخر ايه في ايه تيجي نقف نصلي مع بعض نقول له نشكرك يا رب. تعالى يا بهجه تقول لنا عدد الترنيم ختاني، واخويا عياد يجي يختم لنا الاجتماع بالصلاه. تيجي نقف كلنا كده، شوف ايه اللي ربنا كلمك فيه خلال المؤتمر. الكنيسه اعظم وارقى وانقى كائن على وش الارض. كلفت المسيح مش زي ادم ينام ويتاخد ضلع منه، لا ده مات حب المسيح الكنيسه واسلم. سمعنا امبارح كلام جميل من الاخ عياد عن العباده وتقدير الله في الهيكل، وجود التابوت، وأن لا يكون في انحدار بل ارتفاع. وسمعنا في رسالة تسالونيكي عن ازاي نشهد وازاي نعمل فولو اب للناس اللي نربحهم، ازاي تتولد الكنيسة وازاي تنمو الكنيسة وازاي تثبت الكنيسة. ثم نصائح عن القداسة والمحبة واللياقة والسهر وتشجيع بعضنا البعض، وأخيرا وصايا عامة عن البعد عن كل شيء بالشر، عن الصلاة، عن عدم إطفاء الروح. ما تطفوش الروح. يمكن الروح يقول لك كلم صاحبك زميلك اللي معك في الشغل، يمكن بوزي، يمكن مسلم، يمكن أي حاجة، يمكن هو محتاج الكلمة دي. اظهر له حب، كلمه، ما تطفيش الروح. يمكن يصحيك من النوم يقول لك صلي لأجل أخوك زكريا، صلي لأجل الخادم الفلاني، صلي لأجل الأخت المريضة. عارف مرضى كثيرين أنت، يمكن في اللحظة دي الأخت المريضة عن الكانسر بعيد عنك ألمها جدا، ويصحيك أنت عشان تتشفع وأنت لا أنت أنا مال أنا هي أنا صحيت زي الفل أنام. يا عمي ما تطفيش الروح، هو دي الكنيسة الحقيقية. يلا يا أخي بهجت. وهعيش لك حتى ولو كروني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، وهعيش لك حتى ولو كروني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، حتى ولو قالوا عني كلام، حتى ولو صدفتني ألام، حتى ولو قالوا عني كلام، حتى ولو صدفتني ألام، أفضل صامت فيك، أنا متماسك فيك، أفضل صامت فيك يا يسوع، أنا متماسك بيك، يكفي حياتي إن أنت معايا، هرمي العالم كله ورايا، يكفي حياتي إن أنت معايا، يرمي العالم كله ورايا، وهعيش لك حتى ولو كروني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس. هو في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه، غير ان افرح قلبي سيدي واشوف رضا عني في عيني. هو في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه، غير ان افرح
قلبي سيدي واشوف رضا عني في عيني واعيش عشان ودي مكان واعيش عشان ودي مكان وتزيد غلاوته واشتاق اليه يا رب خليني اعيش لك اعيش لك انت يا الهي وحدك يا رب خليني اعيش لك اعيش لك انت يا الهي وحدك في كل يوم لا كل ساعة وكل لحظة مجدك قدي ايه من العمر فات قليل فرحت وكتيرات عشان حاولت اعيش لنفسي وفي اثامي كنت بات قدي ايه من العمر فات قليل فرحت وكتيرات عشان حاولت اعيش لنفسي وفي اثامي كنت بات لكن طموحي زود جروحي لكن طموحي زود ورجعت اقول ورجعت اقول بعد السكات يا ربي خلي عيش لك عيش لك انت يا الهي وحدك يا ربي خليني عيش لك عيش لك انت يا الهي وحدك في كل يوم لا كل ساعة وكل لحظة امجدك امجدك